أبو علي، كيف تبدو دركوش الآن؟ خير غادة، اليوم وفي تمام الساعة 9:30 صباحا هذا اليوم سمع صوت انفجار في وسط بلدة دركوش. هذا الانفجار ناتج عن سيارة مفخخة زرعت في أحدى في الساحة الرئيسية لدركوش وفي الشارع الرئيسي، أدت إلى مجزرة كبيرة راح ضحيتها 40 شهيد وأكثر من 100 جريح. تم نقل الجرحى إلى المشافي الميدانية القريبة وإلى المشافي التركية وإلى دمار واسع في السوق والمحلات التجارية. نعم، مكان الانفجار هو كان مكان للعامة، اليوم كانت وقفة عيد الأضحى المبارك، كان هناك أناس كثيرا، الناس ينزلون في مثل هذا اليوم ليشتروا حاجيات العيد واحتياجاتهم مثل هذا اليوم ولأيام غد. كان الشارع ممتلئ بالناس، استهدف المدنيين، كان بين الجثث أطفال ونساء وشيوخ، أيضا كانت أغلب الجثث كانت مشوهة ومحروقة. هل عرف عدد هذه الجثث بالتحديد؟ كم قتيل وكم جريح؟ نعم، لحد الآن غادة لم يعلم أحد عدد الجثث، ولكن تكلمت اليوم وأنا كنت موجود هناك في بلدة دركوش، تحدث لي الكادر الطبي عن وجود أكثر من 40 جثة موثقة وإلى أكثر من 100 جريح. المشفى لم يستوعبهم جميعا، منهم نقلوا إلى مشافي قريبة ومنهم إلى الأراضي التركية، كون بلدة دركوش هي بلدة حدودية تقع على الحدود السورية التركية، وهي مدينة بلدة استراتيجية تقع في الريف الشرقي لمدينة جسر الشغور. أيضا يذكر أن مدينة جسر بلدة دركوش هي من البلدات المهمة أيضا التي حررت من قبل الجيش الحر منذ عام تقريبا، وقوات النظام الموجودة في مدينة جسر الشغور تقوم بقصف البلدة يوميا بالصواريخ والقذائف. أيضا شكرا جزيلا لك. أيضا شكرا جزيلا لك أبو علي الروجي، مراسل شبكة الشام الإخبارية من إدلب. ويحل عيد الأضحى